اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا نشوف فيديو النهارده. هنعمل كيكه هنزينها بالكريم شانتيه وبالكريم كراميل. هنعمل حاجه كده تحفه، صينيه كبيره قوي. لو جالك ضيوف هتقدميها، هتشرفك اكنك جايبه جاتوه. يلا نبدا الفيديو، حطوا لايك واعملوا معايا اشتراك في قناتي، ويلا نبدا على بركه الله. نشوف مقاديرنا. هنجيب 3 كوبايات من الدقيق، هيعملوا لنا صينيه تحفه، حاجة كده كبيرة وتكفي 10 أفراد. يلا نبدأ الفيديو. عندي فانيليا وبودر و3 كوبايات من الدقيق ونشا، وهقول لكم بقى المقادير واحنا شغالين كده. ادي شفشق الخلاط بنزل فيه بكوباية سكر، وبنزل عليهم بعد كده بال4 بيضات، والبيض كده بكسره بره علشان لو في بيضة مش حلوة ولا حاجة يبقى ايه، قبل ما نحطها على المكونات تبوظ لنا كل حاجة. لو لسه ما حطيتش لايك حطي لايك، وقولي لي بتتابعيني من اي بلد، وادخلي على فيديوهاتي كلها قولي لي ايه رأيك كده، لو حاجة عجبتك تجربيها. وبعد ما نزلنا بالبيض، تعالوا بقى نشوف المقادير. بعد ما نزلنا بالبيض نزلت عليهم بمعلقة من الخل عشان الزفارة، وكمان كيسين من الفانيليا، ده كله بيخش الزفارة، والخل كمان بيطر الكيكة معانا. نزلنا عليهم بكوباية من الزيت، وزيت نباتي لازم يكون بقى ايه، زيت حلو كده نضيف، مش متحطيش زيت التموين، حط زيت يكون نباتي نضيف عشان الكيكة بتاعتك ما تبقاش مزنخة كده وايه، وما تكونش وحشة. نزلنا عليهم برشة ملح. بعد كده عندنا ايه، البودر وعندنا النشا وعندنا الدقيق، دي المكونات الجافة. وضربنا بقى المكونات اللي حطيناها في الخلاط وضربناهم كده في الخلاط. هنجيب بقى طبق غويط وهننزل ب3 كوبايات الدقيق عليهم 2 معلقة من النشا، ودولت بقى هنحط عليهم كيس بيكنج بودر كيك شيف، او 2 معلقة لو انت عندك البودر التاني، حطي 2 معلقة من البيكنج بودر، لو بالمعلقة كده هتعيري 2 معلقة. هتحطي الكيس يعني عشان لو هتعملي نص الكمية يبقى ايه، هي 2 معلقة للمقدار ده. نزلت بقى بالسوائل على الدقيق بعد ما ضفت البودر، وضفت لهم النشا، النشا على الدقيق كنت حطاها على الدقيق. هنقلب كل المكونات دي بالمضرب السلك. والمكون الاخير بتاعنا ده اللبن الساخن، او لو انت ما عندكيش لبن بقى ضيفي ميه، ممكن تضيفي عصير برتقال، بس هي بقى انا ضفت لها اللبن بيديها طعم حلو قوي، واللبن ده لبن مغلي، يبقى دي كيكه الحليب الايه الساخن. الحليب الساخن بيخلي معاكي الكيكه طعم تاني مختلف خالص. فانا غالية اللبن وهو لسه زي ما هو مغلي كده، بس ما ينفعش تضيفيه بقى على البيض وهو بينضرب ولا كده، لا اخر حاجة بتضيفيها هو اللبن. ضفت قد ايه؟ ضفت 1.5 كوباية. احتاجت لقيت العجينة في الاخر جابسة شوية لسه يعني كده، فضفت لها كمان 1/4 كوباية، يعني خدوا مني 2.25 كوباية على ما وصلت للقوام ده. انت بقى ايه، لو انت بتملي كوباية الدقيق قوي يبقى ايه، انت اللي هتبقي متحكمة في السوائل اللي هتحطيها. عندما العجينة توصل معاكي للمرحلة دي اعرفي انها كده مظبوطة. خلاص بقى كده هنجيب صينية هنكون دهنينها بالزيت ورشينها بالدقيق علشان الكيك ما يلزقش، وبعد كده هننزل بالخليط بتاعنا في قلب الصينية. قبل ما ابدأ في الكيك كنت مشغلة الفرن على درجة حرارة 180، لو حابه تقلليه تخليه 170، يعني اقل شويه من المتوسط بيطلع الكيكه معاكي احسن، ما بيخليهاش تحمر قوي من فوق ومن تحت. انا خليته بقى على ايه 180، ويمكن كان 190 كمان، حمرها زياده شويه يعني. حطيت الكيك كده في الصينيه وبخبط الصينيه عشان لو في هواء ولا حاجه يطلع من الصينيه من العجينه. بعد كده بدخلها الفرن. وتعالوا بقى نعمل الكراميل. هنعمل كريم كراميل ده عشان نزين به الكيك. بنزل بكوباية سكر زي كده في طاسة، هي طاسة مبلولة ناشفة مش فارقة كتير، حطيتهم في الطاسة زي كده وسبتهم لما احمروا بالشكل ده، ما نسيبهوش بقى ايه يزيد اللون عن كده علشان ما يبقاش ممرر.
حتى لو انت بقى في حبيبات سكر اهي لسه ما دابتش، هنضيف لها الميه وهي هتدوب بقى ايه وهي بتغلي كده، عشان ما يتحرقش معانا اكتر من كده، واحنا اللون ده هو اللي احنا عايزينه. بجهز بقى كوباية من اللبن، عليها معلقة من النشا، على ما الخليط ده يفك، على ما الكراميل كده يغلي ويفك معايا ويدوب تماما، هكون انا جهزت كوباية لبن عليها معلقة نشا وبدوبها كويس، وبنزل على الخليط ده بس بعد ما بضيف كوباية ايه المية اللي انا ضفتها وتغلي بالشكل ده. بقلبه بقى لحد ما يتقل معايا. هو اللبن كان فيه يعني ايه وش قشطة وكده، فلسه سايب اثار زي كده، ما دبتش بالساهل مش عارفة ليه، ممكن بيرجع لنوع اللبن ولا حاجة، فده لبن طبيعي. فلو انت حابة تضيفي لها بقى مكعب زبدة صغير يلمع معاكي الكراميل كده ضيفي. انا عملته كده سادة. خلاص كده انا وصلت للمرحلة اللي انا محتاجاها، هطفي بقى عليه وهركنه يبرد في جنب كده على ما الكيكة تطلع من الفرن. ده كان شكلها بعد ما طلعت من الفرن. هنزل بقى كده بايه خلة واخرمها خالص كده، علشان ننزل عليها بكوباية لبن. هنسقيها باللبن، اللبن ده بقى هيديكي طعم حلو قوي ويخلي الكريمة كمان تمسك معاها. هنضيف كوباية، لو عندك لبن زيادة ضيفي كوبايتين، هي دي الكوباية اللي فاضلة بقى، فضفتها كده بالشكل ده. لو ضفت كوبايتين هتبقى معاكي طرية واحلى كمان. انا ضفت كوباية واحدة بس كانت تحفة برضو. جهزت بقى كريم شانتيه وهي الكيكة في الفرن. جبت كوباية من الكريم شانتيه، عليها كوباية من اللبن او مية زي ما انت عاوزة تضيفي، ضيفي كوباية ساقعة على كوباية من كريم شانتيه، عليهم كيس من الفانيليا، معلقتين من السكر، وبنضربهم بالمضرب الكهرباء. بعد كده بنحطهم في التلاجة لحد ما الكيكة تطلع وتهدى كده وتبرد، بنحطها على وش الكيكة بعد إضافة اللبن زي ما انتوا شفتوه. ده كان يعني ايه طريقة بالظبط كده. يعني كوباية الكريمة دي بتجيبها من عند العطار، بتعمل لها حوالي 15 جنيه كده. كانت الأول تعمل تمن، كنت بجيبها ب10 جنيه، دلوقتي ممكن تعمل لها 15. انا كانت عندي يعني الكوبايه دي موجوده، هي كل حاجه رفعت دلوقتي، بس مش معقوله ان احنا مش هنعمل اي حاجه. يعني لازم من وقت للتاني تجيبي وتعملي كده لولادك، لو جايلك ضيوف هتعمليها. حطيت الكراميل في كيس ونزلت باي شكل كده، ممكن انت بقى تجيبها بالراحه كده خيوط، يعني ايه تنزلي بها متساويه كده علشان تبقى شكلها حلو، هي يعني الشكل اللي جه في بالي ساعتها. زي انتهى يعني بالكراميل وطعمه بيبقى حلو قوي مع الكريمة بالخلة بقى، واديتها الشكل نفس يعني تخطيطة كده بالخلة. بنمسح الصينية بقى وبنظبطها كده، وهطلع لكم بقى خرطة كده من الصينية وتشوفوها وتشوفوا شكلها عامل ايه، ونجربها مع بعض. بس جبت سكينة كده وهقطعها عشان اطلع لكم منها حتة تشوفوها. كان نفسي تبقوا معايا وتدوقوها طبعا. هي يا جماعة لونها فاتح عن كده، هي طالعة غامقة في الفيديو بس هي لونها فاتح عن كده، بس التصوير مش جايبها على لونها الطبيعي، هي لونها فاتح عن كده. وطعمها بقى حكاية ما اقولكوش. حطوا بقى لايك للفيديو، قولوا لي بتتابعوني من اي بلد، والى اللقاء في وصفة جديدة، ومع السلامة.